قاموا بيضربوه حقتلوه. حسان حسان امسك فولد، امسك فولد مصري، قتل عثمان باشا، امسك فولد. معلش خدت الشر وراحت. لو الكوباية هتتكسر وتاخد الشر وتروح هكسر كوبايات الدنيا كلها عشان الشر ما يهوفش ناحيتنا. متقولش كده يا علي، شر ايه بس؟ شر اللي خايف عليك منه وعلى العيال، الشر اللي خاطف حسان من امه وابوه، الشر اللي كاتم على نفس ابوك الحاج يونس ومش مخليه قادر يتكلم. علي انت اللي في البيت دلوقتي، والحاج يونس ربنا يديم حسه في الدنيا يا رب، بس مش معقول انتوا الاتنين تبقوا بالشكل ده. انت الهم مرسوم على وشك، والحاج كاتمه في قلبه وساكت، والحاجه بتبص لكم انتوا الاتنين وبتسح من عينيه. ما ينفعش كده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو عامل ايه دلوقتي يا صفيه؟ الحاج برضه جديد ويقدر يشيل قد اللي مشايله له حسان الف مره، بس ما بتكسروش غير عينين الحاجه فاطمه لما بتبص له. ليه كده يا حسان؟ بيقولوا يا علي ما بيجريش ورا الهم غير المهموم، وحسان همه كبير قوي بس دماغه ناشفه، مشايل نفسه اكتر من مقدرته، وما يقدر على القدره الا ربنا. ونعم بالله، ما دي المصيبه صفيه. الهم اللي شايله حسان كلنا شايلين، انا وابويا وحنفي واستور، اسكندريه كلها شايلاه، مصر كلها شايلاه، بس امتى؟ ازاي؟ ما هو ده الفرق اللي بينكم وبينه. انتوا بتدوروا الانجليزي على مقتل هنا، وهو عمال يلفلهم من بعيد لبعيد. بذمتك يا صفيه اني الاحسن؟ مش اننا نفضل هنا في بلدنا على ارضنا، رؤوسنا في رؤوس بعض وايدينا في ايدين بعض، ونعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، نطهقهم في قشتهم لحد ما يقولوا حق برقبتي وينكشحوا من البلد؟ مش هو ده يا صفيه اللي احنا كلنا عايزينه واللي حسان بيجري وراه؟ لكن هتقول ايه بقى يا علي؟ اهو طيش شباب. ما هو الطيش ده هو اللي جاب لنا الهم والنكد ومعيشنا في قلق ليل نهار ليل نهار يا صفيه. صلي على النبي يا علي، روح انت بقى شوف مصالحك، وان كان على الحج والحجه انا هنعرف نسهيهم وننسيهم ونخفف شويه من الحمل اللي هم شايلينه، بس اتكل انت على الله. ربنا يستر يا صفيه. حسان هيرجع بإذن الله وهتفرخ بيه وبأولاده. قادر يا كريم، تعرف يا استاذ ساعة ما فكر في
الابن ممكن يروح، تحس ان بروحي تتخلف منه. يا رب ما تحكمش عليا باليوم ده، وتجعل يومي قبل يوم اي حد من عيالي. لا خج يونس، انت لازم تكون سديد، حرام عليك نفسك اذا كنت انت بتعمل كده. خج فاطمه يعمل ايه؟ وانت ذات نفسك نسيت لما جالك خبر ديمتري كنت بتعيط زي العيال؟ ديمتري بخير خج يونس؟ ديمتري بيبعت جوابات لامه. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ ديمتري لسه عايش؟ لا خج يونس، ديمتري مات. عايش ولا ميت؟ انا كذبته على لوريس وقلت لها انه عايز، وكل جمعة والتانية اكتب لها جواب على انه منه وابعته لها. هي عايزة على امل انه يرجع. لا حول ولا قوة الا بالله، وازاي امه صدقت الحكاية دي؟ وفي ام تتوه عن خط ابنها؟ بعدين مدام دوريس يعني ست ناصحة، ازاي فاتت عليها الحكاية دي ان الجواب مبعوث من اسكندرية؟ انا بكتب الجواب بخط ايدي وابعته اكيد. ابن عمي خريستو هناك بيعرف يقلد الخطوط كويس قوي، هو بيكتبه بخط ديمتري ويبعته لها. طب وبعد الحرب ما تخلص وما رجعش ديمتري يبقى ايه العمل؟ الامل خج يونس، الامل شيء جميل، طول ما الانسان عنده امل هيقدر يقيس، حتى لو كان امل كذاب. عليكم السلام ورحمة الله. يعني لو كنا ساكنين على البحر مش كان زماني دلوقتي قدرت أشوف الولا وهو جاي من بعيد، ولا حتى كنت قدرت أحس بيه وهو على الشط التاني؟ يا حبيبي يا حبيبي. إيه يا حاجة فاطمة، احنا هنخيب على آخر الزمن؟ إيه اللي أنت بتعمليه في نفسك ده؟ الولد كويس وأحواله تشرح القلب والحمد لله. طب عرفت إزاي؟ بعت لي جواب أهو. أنت طبعا مش أنت بتعرفي فطر أهو؟ وأنا بعرف أقرأ ولا كان حد علمني؟ على كل حال أهو بعت لي أنا وطمنا على أحواله. طب يا حاج أقرأ اقرا كده فرح قلبي. يا ستي ده في حاله حرب، يعني بعت لنا كلمتين كده وبس، وقال يعني انا كويس والحمد لله واحوالي كويسه وبصولي امي الحاجه فاطمه. يا حبيبي مسيتك العافيه، يا حبيبي مسيتك العافيه، يا حبيبي يا ابني. طب ما قالش راجع امتى؟ لا طبعا ما قالش، لكن الحمد لله يعني انه هو طمنا. بس شوفي بقى، اسمعي، انا مش عاوز ادخل عليكي كده الاقيكي قاعده مسهمه وبتعيطي. يعني انت مطمن يا حاج؟ لا ما انا قدامك اهو مطمن على الاخر. هو حسان ده مش ابني زي ما هو ابنك؟ وبعدين بقى قومي شوفي امور البيت كده وفرفشي، وان شاء الله كده تلاقيه رجع لنا منصور ورفع راسنا، بس لما يرجع بالسلامة والله لكسر رجله عشان ما يستجريش يعمل كده تاني، يجري ويرمح بعيد عننا. يا حاج حرام عليك بقى، اتمنى له خير، تحسن طيب وابن حلال. يا حاج وريني الجواب كده.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا علي يونس، أنا جاي لك من طرف أم محروس الشيال. أهلا وسهلا. أهلا بيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي خدمة يا سعلي؟ أنا أصلي عرفت إنك شغال على بابور بحر، لسه راجع طازة من تركيا، قلت أطمن منك على أخويا اللي هناك. هو أخوك اسمه إيه؟ اسمه حسان، حسان يونس. ها؟ أنا متهيألي الاسم ده ما سمعتوش. هو فني بلد في تركيا. والله يا علم علم. أصله سافر يتطوع في الجيش التركي. يا خسارة، كان نفسي أطمنك عليه. لكن حكاية الجيش التركي دي هي اللي ما تطمنش أبدا. ليه؟ هو بيموت منهم كتير في الحرب مع الإنجليز. حرب إيه وإنجليز إيه؟ هم عرفوا حرب ولا شافوا إنجليز؟ ده كان يبقى أكرم لهم ألف مرة من المرمطة اللي بيتمرمطوها. مرمطة؟ الأتراك مش واخدين ولادنا عساكة في الحرب، لا، واخدينهم عبيد، خدامين ينظفوا البيوت والإسطبلات. أنا كنت عارف، كنت عارف إن نيتهم مش خالصة معانا وإنهم بيبصوا لنا من فوق، بيكلمونا من طرطيف مناخيرهم. مع إننا بنحمي ظهرهم وبنضحي بأرواحنا عشانهم، على رأي المثل حسنة ونسيها. أنا مش عايز أبيعك عليه. يمكن يكون ربنا كرمه ووقع على ناس كويسين. ويمكن يكون العكس. قول يا باشريس، تفتكر لو سافرت تاني تركيا اقدر اعثر على اخويا هناك؟ انت وبختك. لو اني مساله السفر دي صعبه شويه والحرب مش عايزه تخلص. سعد، سعد الصاوي. وبعدين يا سعد، هنفضل على الحال ده اللي انت جمعة دلوقتي والخبز يزيد واحنا مستخبين هنا ما بيقلش. هي دي الحرب اللي كنت بتدور عليها يا حسان؟ لا مش هي يا سعد، الحرب اللي انا كنت جاي عشانها حرب اشرف من كده بكتير. حرب كنت احط فيها صدري قدام المدفع واموت واني فرحان، لكن انا دلوقتي خايف، خايف لا حصل بطوله ولا حتى استشهاد واروح فطيس. وانت فاكر ان انت ما عملتش بطوله؟ ده انت عملت اكبر بطوله يا حسان، ده كفايه انك قتلت ضابط كبير من ضباط الجيش التركي. انت رايح فين؟ رايح لسباعي، لازم اشوف حل اللي احنا فيه ده. طيب وسباعي بس هيعمل ايه؟ معرفش اللي يقدر عليه يعمله، بس في حل ان شاء الله، في حل. لازم نهربك على مصر يا حسان. انا عارف فولت سباعي، ان انت عارف فين فولت حسن وفين فولت سعد. معرفش يا جودة بيه. انت مش عارف؟ انا جودة بيه عارف كل حاجة. اسمع فولت سباعي، ساعدني اساعدك. انت قولي فين هو، انا مش هقبض عليه. لو هو عاوز اخرج من تركيا انا اخرجه. ايه؟ مش ببلاش، لا بمقابل. ادفع 200 جنيه ذهبيه حسان يطلع على مصر. خير يا حاج علي؟ انا عايزك. خير؟ البس هدومك وانا مستنيك تحت، هنطلع على البحر شويه. وفي ايه يا علي؟ علم علمك يا صفية، بس الكلام ده يقلق. مش بعادة الحاج يرجع البيت بدري وبعدين يطلع في ساعة زي دي؟ مش كده برضو؟ يا ترى ايه الحكاية؟ هيكون في ايه؟ ربنا يستر. انا جبتك هنا عشان نتكلم على راحتنا، من غير الحاجة فاطمة ما تحسش باي حاجة. غير حاج اخوك حسان في ضيقة جامدة قوي. يا نهار اسود، في ايه بعد الشر يا حاج؟ قتل ضابط رتبته كبيرة قوي في تركيا. بتفكر فيا يا علي؟ لازم اشوف اي طريقة توصلني لحسان في تركيا. يعني اشيل همين بدل هم واحد.
وهي ليها سكه تانيه غير كده يا حاج؟ المرسال اللي جالي بالجواب بيقول ان ممكن يهربوه من تركيا على الشام ويجي على مصر. وليه ده ما حصلش؟ مطلوب 200 جنيه برطله للناس اللي هيهربوه، والمرسال اللي جاب لي الجواب هو اللي هياخد الفلوس بنفسه، وهو راجع في ظرف 3 ايام. 3 ايام؟ عشان كده لازم نفكر في الموضوع ده بسرعه ونلاقي حل النهارده قبل بكره ودلوقتي كمان. انا ماليش حد غيرك اشور عليه. قول لي نعمل ايه؟ دول 200 جنيه في ظرف 3 ايام. يبقى مفيش غير اننا نرهن الدكانتين يا حاج. هو ده اللي انا كنت عاوز اسمعه منك. انا كنت متاكد انك هتوافقني. كده برضه يا حسان اخص عليك. انت بتقول ايه يا ثورو؟ اللي انت سمعته سعيد. الحاج يونس يرهن الدكاكين؟ طب ازاي؟ انا رفضته طبعا. ما هو مش معقول الراجل يبقى في زنقه بالشكل ده واحنا نقف نتفرج عليه ولا ايه؟ عداك العيب يا خواجه. انما هو عامل ايه دلوقتي؟ هيعمل ايه؟ خاله لا يسر عدو ولا خبيب. بقول لك ايه يا خواجه؟ مفيش حل غير اننا نلم له من بعضنا وربنا يقدرنا ونجمع له المبلغ. سعيد يا خواجه. سعيد يا خواجه. ماله يا سعيد؟ ومالك انت كمان؟ ما عرفتش حكايه حسان ابن الحاج يونس؟ عرفت يا سيدي. وفي حاجه بتخفى عليا في الحاره ولا حتى في العالم كله؟ طب وايه رايك؟ وده عايز رأي. خلاص خواجه استور. حنف افندي مش غريب، احنا نلم اللي نقدر عليه وربنا يعمل اللي فيه الخير. ومين يا ترى بقى اللي هياخد الفلوس ويسافر بيها بره؟ في واخد مرسال جاي من تركيا وهيرجع كمان يومين. لا مؤاخذه يعني، ايه اللي عرفكم انه مرسال بجد وان الموضوع ده حقيقي من اصله؟ جرى ايه يا حنف افندي؟ انت مش شكلنا بتكذب الحاج يونس نفسه. لا العفو، الحاج يونس على راسي من فوق، انما احنا بقى في زمن بيسرقوا فيه الكحل من العين وانتوا مش حاسين. اذا كانت بلدكم بحالها كده على بعضها بتتسرق، يبقى مش هيقدروا يسرقوا القرشين اللي انتوا بتلموهم ويدوكوا خازوق. لا لا لا، انا بالشكل ده منسحب من الموضوع. ايه الكلام ده يا حنف افندي؟ انا على عيني يا عم سعيد، انما اسمحوا لي بقى بعد حكايه المرسال ده اللي مسافر بره انا شاكك في الموضوع من اصله. سلام عليكم. تشك ازاي؟ سيبه سعيد، سيبه براحته. بس فكر معايا دلوقتي، مين ممكن يساعد معانا تاني في الموضوع ده؟ على الله ينفع. هو كله ينفع يا صفيه. ربنا يا رب يفك دقته ويرجعه بالسلامه. قادر يا كريم. علي ابي يونس. الله يا سيد العطر. يا سيد خد يا علي شبكه زهيره اهي. وشبكتني كمان. خلي حاجاتكم معاكم، شكرينا سيد. خدهم يا اخويا. هو حسام مش اخونا احنا كمان؟ ولا يمكن احنا مش قد المقام ولا من اب تاني؟ عموما البركه فيها، يبقى احنا بقى ملناش عوزه. هتتزوجها يا سيد؟ بس بقى احنا فيه ولا فيه؟ خد يا علي احنا مش غرب. تعرف يا علي ديت حسام في غربته دي فكرتني بديتنا كلنا، اذا كان في البيت ولا في البلد. بس قال له احنا كلنا جنب بعض، اذا ما كانش اخوات يبقى جيران. خد يا علي ربنا يفكها عليه وعلينا. شكرين يا سيد، ربنا ما يرميك في دقيقه. حاج يونس انت في حاجه مخبيها عليا؟ صدق الله العظيم. على ابني شكله زي ما يكون مهموم. صفيه نازله طالعه عليا بتواسيني. قول لي هو في حاجه حصلت؟ قول لي يا حاج. اقول لك ايه بس يا فاطمه؟ قول لي ايه اللي نابك انت وابنك؟ مالكم مهمومين قوي كده ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ حسان ابني جرى له حاجه؟ فضل الله ولا فالك يا فاطمه. أعوذ بالله. صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. أمال أنت مالك؟ هو أنا مش عارفاك؟ حسان جراله حاجة؟ حسان جراله إيه؟ كل ده وما لمناش غير 130 جنيه بس يا صفية. برضه شمعوني السايغ استغل الظروف وفطس لك الحاجة. بالعكس،
أنا خدت منه أعلى سعر. ماني قلت لك نروح له عشان نجيب لك آخره. يعني كنت هشطر عليه في كام؟ 5 جنيه زيادة؟ لسه فاضل مبلغ وقدره يا صفية. كل اللي نعرفه من اللي حوالينا دفع كل اللي قدروا عليه، حتى سيد القدر وعزيزة وزهيرة. ولا أنت فاكر إيه يا علي؟ هو الدفر يطلع من اللحم؟ إلا اللي اسمه إسماعيل الحلوف ده. لا، إسماعيل ده عايز اللي يلمله عشان يصرف على مزاجه. بعدين يا صفية، الوقت بيجري والحاج قاعد تحت دماغه هتوج داني، وهو طول النهار نازلين برضه في الشوارع. ده انا جيت استلف بالجنيه والنص جنيه، وكل اللي قدرنا نلمهم 130 جنيه مفيش غيرهم. ولاد الابلسه طالبين مبلغ كبير قوي، طالبين 200 جنيه يا صفية، نجيبهم منين؟ يعني لسه ناقص التلت. تقولي كام؟ 70 جنيه. تتجنيتي؟ اتجنيت. مش من دلوقتي، انت جنانك من زمان يا بنت عائشة، من يوم ما اديتي ظهرك للي تقدمولك وحبوا يتقلوكي بالدهب، ورحت اللي مش عارف يوزنك بحفن تراب. ايه يا حاج كارم؟ في ايه يا صفية؟ احضرينا يا نينا. في ايه؟ جوزي بضيق، وجيت نحكي لابويا عشان يساعدني ويساعد جوزي، يوم يقولي اتجنيتي. وبعدين يا حاج انا مش بنطلب حاجة مش في ايدك. لا بقى، دي في ايدك ونص. لو مش عايز تديني المبلغ ده ناخده منك سلف ودين، ولا بعد عمر طويل يبقى اقسمه من نصيبي في الورث. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه، عايزه تورثني بالحياه. في ايه سعالي جوزك ده عشان يقويك على ابوك بالشكل ده؟ لا، ما تصلي على النبي يا حاج. عليه الصلاه والسلام. ما هو صحيح لو تقدر تساعدها، ما هي بنتك برضه وجوزها واحد مننا. ما لو جت على جوزها نقدر عليها، انما اساليها الفلوس اللي طالباها دي طالباها لمين؟ طلبها لأي حاجة. لأخو جوزها، كنت خلفته ونسيته. حاج كرم، أي حد في بيت الحاج يونس بيهمني زي ما علي جوزي بيهمني. تمام، يهمك ما يهمكيش، أنا مش مسؤول عن الكلام ده. أنا مولتلوش سافر تركيا وروح حارب هناك واضرب واقتل واهرب، وبعدين لما تتسجن حفديك. ده لو ابني وهيتشنق قدامي هسيبه يتشنق، مش تقوليلي أخو جوزي؟ يعني هتنبسط يا حاج لما نروح نمد ايدي لاي حد غريب؟ ان شاء الله تدوري على الجوامع وتخبطي على البيبان وتمد ايدك للي رايح واللي جاي. انا ماليش دعوه، اتفلق انت وهم. يا خبر ابيض، 70 جنيه. 70 جنيه ليه يا خبر ابيض؟ ايه الحكايه؟ انت بتعيطي يا صفيه؟ كنت عشمانه يا نين. عشمانه في ايه بس انت كمان؟ هو انت مش عارفه ابوكي؟ خلاص يا حبيبتي ما تقهريش في نفسك كده، سيبيلي الموضوع ده وانا هتصرف. يعني ان انا هتتصرفي هتعملي ايه؟ الصبح ان شاء الله ربنا هيحلها. هو يعني انها تكوني بتفكري تروحي الجليل؟ مالها جليله؟ هي مش بنتي زي ما انت بنتي؟ لا لا لا، انا مش عايزه منها حاجه. خلاص يا حبيبتي بلاش، على كل حال انا هتصرف. والله يا نينا لولا الضيقه اللي فيها علي عشان اخوه ما كنت اتحوجت ولا حطيت نفسي في الزنقه دي. لا اله الا الله. ترى من البيت يا حاج، وهتضمن تفكره نيته ازاي بس؟ امال اسيب الولد يضيع مننا عشان 70 جنيه يا علي؟ والمرسال مسافر بكره اخر النهار، وانا عملت كل اللي اقدر عليه. ما قداميش غير حل واحد، ارهن البيت. ايه؟ واحنا نروح فين بقى بعد ما سيبتونا بيوتنا وجبتنا البيت الكبير الكبير قوي قوي، وقبل ما نلحق نتهنى بيه ترمينا على بابه؟ ثم احنا ذنبنا ايه اللي في ايدينا سلتناه واديناه لكم؟ لو كان معايا يا عزيزه مش نعرف الاول ايه الحكايه. طب ما فكر في سكه تانية يا حاج غير رنيه البيت، يعني نرهن الدكان تاني، واهو حسان برضه لينا نصيب فيها. ترهن دكانتك يا علي اللي بتاكل منها عيش؟ طب وعيالك ومراتك تاكلهم منين؟ وبعدين انت عارف الجماعه الرهمتيه، الحاجة اللي ترهنها عندهم هيتنهم وراك لحد ما يخلوك تبيعها لهم بأرخص ثمن. خلاص أبيع البيت، وكل واحد بقى يدور له على حتة يتكاوى فيها. ولما يا حاج، يعني تبيع حلمك اللي جيت هنا وجبتني عشانه؟ مفيش داعي للأحلام دلوقتي يا علي، الولا هيضيع مننا، نبقى نحلم وحسان معانا. إنما لو راح يبقى إيه فايدة الحلم؟ منعول ابو الاحلام قصاد الضمه.
أنا شامة في الفلوس دي ريحة جليل. اسمعي بقى يا صفية، ما تبقيش في ضيقة وتضايقيها كمان على اللي حواليكي، وحنيجي ربك إنها فرجت، وربنا يا بنتي يكفيكوا شر السؤال. من جليلة يا نينة، من جليلة. أنا اللي سلفاهم باسمي وأنا اللي حردهم، وحياتك يا صفية عندي جليلة ما عرفت حاجة. خديهم يا حبيبتي، فكوا الضيقة اللي انتوا فيها، ربنا يفكها علينا جميعا. يلا يلا يا صفية، فرحي جوزك وأهل جوزك، ربنا يقرب البعيد ويرد الغايب يا رب. تمام، اللفه دي حصل لازم يوصل لحد هنا، وان شاء الله ناخده حد الماركت بتاع الشام، مو من الشام على اسكندريه. فين امانات؟ اتفضل، بس على الله يكون بفايده. خد اديله دي، لفها ولرقبته، هي دي امارات. ايه لسه بدري يا عريس، خلي الكوفيه دي لما تيجي تمشي، ولا انت خلاص ما صدقت فتح الباب تقوم تنسى الاحباب؟ ربنا يعلم يا سعد، انا قلبي بيتقطع قد ايه على فراقكم، ويا ريت تكون معايا في مصر. اللي زي في مصر يا حسان كتير، ما تقلقش عليا، وفي يوم من الايام هتلاقيني في سكتك في اي سقاق ولا حاره في اسكندريه. يا اول مره احس بحلاوتك يا مصر، نارك ولا جنه هنا. ايوه كده يا اخي، حبها، حب مصر، حضن امك وابوك، والدفى في البيت الكبير والاهل والاصحاب واللمه. يا سلام، صدق يا حسان بيقولوا ان ابوك ده باين عليه راجل جدع قوي. المرسال قال لسباعي ان هم تعبوا قوي لحد ما لموا الفلوس دي. اوعى يا حسان تفكر انك تموت بعيد عن اهلك، اوعى. اجري بسرعه يا حسان، اجري بسرعه، دول هيعرفوا طريقنا بسرعه. حسان خد الكوفية. حسان خير يا علي؟ ايه اللي خلاك قفلت الدكانة ورجعت بدري؟ انا ما وقفتش في الدكان من اصله، انا يا دوبك رحت وصيت الولا رزق، قلت له يقفل وخلي المفتاح معاه لبكره. ما كنت فين طول النهار؟ كنت في حتت ما يعلم بيها الله ربنا، لكن الحمد لله في الاخر قدرت امسك في الخيط اللي هيوصلني. انا مش فاهمه حاجه خالص. انا هفهمك عشان عايزك تساعديني وتغطي عليا قدام الحج والحاجه لما اسافر. ايه؟ تسافر؟ على فين؟ اسافر تركيا اجيب حسان واجي. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ بس بقى امال الله اقعد اقعد انا فاهم الله، هو ده اللي انا غرقان فيه بقالي كام يوم الله من واحد. طب وهتقول ايه بقى لابوك؟ واحد من ولادك ضاع منك والتاني هيحصله وديع هو راخر؟ انا هفهمك، ما احنا مش هنقول له انني مسافر تركيا، عشان كده عايزك تساعديني. احنا هنقول له ان عمتي الكامله عندها لخبطه في الارض في الحسابات، وفي مشاكل بينها وبين الفلاحين، عشان كده عايزاني اروح اقعد عندها في ابو حمص جمعتين ثلاثه. كلام اللي انت بتقوله ده مش معقول ابدا. امال ايه اللي معقول؟ نستنى لما الحاج يونس بنفسه يسافر يدور على حسان، هو ده اللي ما رضاهوش ابدا. الصبر شويه يا جماعه. لحد امتى؟ لحد امتى يا صفيه؟ الحرب خلصت من زمان واعلنوا الهدنه خلاص، وحسان غايب بقاله سنه ونص، وادي جلال اتولد ووراه يحيى، وما شافوش عمهم، حتى المرسال اللي سافر ما رجعش. وايه اللي هيرجعه؟ لا اله الا الله، ما هو بيسافر مره كل شهر ويرجع تاني، المره دي ما رجعش. مش يمكن انكشف كانوا مراقبينه، ولما وصل قبضوا عليه وخدوا منه الفلوس ومسكوا حسان، ويمكن قتلوه. صلى على النبي يا علي وافتكر خير وحياة ابوك، الحاج والحاجه يسمعوه وهم مش ناقصين. هو فين الحاج؟ ده عمره ما كان بيفضل طول النهار بره البيت ويرجع متاخر وما نتعشاش مع بعض. تلاقيه بيفك عن نفسه ولا حاجه، ولا بيدور على حد يجيب له خبر عن حسان. مين عارف؟ مش يمكن كلام حنف فندي طلع صح والحكايه كلها مصبايه؟ ده كده يبقى الولا ضاع. انت في ايدك ايه تعمله؟ ما عملتوش. ماني قلتلك نسافر له تركيا. تسافر فين بس يا علي؟ طب ده ابوك يقع من طول امك وراه، واحنا كمان يا علي
انا والعيال. ايوه العمل ايه بس يا صفية؟ انا شايفة دلوقتي انك تروح تشطف وتغير هدومك على ما نحضر لك الاكل، وتتكل على الله تروح تقعد مع اصحابك على القهوة، ولا مع سعيد المزين تفك عن نفسك شوية، ومن بكرة الصبح تروح تفتح دكانتك وما تسيبهاش للصبي، ده باب رزق برضه، وسلم امرك لله. ايوه بس الناس اللي انا اتفقت معاهم تقول لهم انك غيرت رايك ومش هتسافر. نبوس ايدك يا علي، اصرف نظر عن حكايه تركيا دي خالص. ما هو طول ما انت قلقان كده مش هيرجع. قال على راي المثل، قالوا للغايب يرجع، قال بلاش تستنوني. وانا موديك المدرسه علشان تشحتني وراك. لقيته فين يا حنف يا فندم؟ ملموم لي يا سيدي على شويه عيال صيع اكبر منه وعلى ايه بيتكلم لي في السياسه. ماني رحت المدرسه يا بابا، بس الناصر طرشني. طبعا كرشك من عمايلك، وهو بعت لي علشان اشوف لي صرفه فيك. بقول لك ايه، عاوز تتعلم تخرس خالص وتحط لسانك في بقك وتتكتل احسن ثلاثه بالله العظيم، لحبعتك تشتغل صبي عند عمك سعيد المزين. قلت ايه؟ لا يا بابا، اروح المدرسه، اروح المدرسه احسن. عارف يا فندم ما تكدش عليه، الولد ما بقاش صغير. ابني ولا حر فيه. وبعدين لا مؤاخذه بقى، لو كل واحد خد باله من عياله كويس هنكفي خيرنا شرنا، لكن بقى نخلف ونربي ونشيل الهم وعمرنا يتقصف. لا عليه العوض علينا بقى، انا ارميه في الشارع والله اتبرى منه، اتبرى منه. يا حنف افندي ده كلامنا راجل من ورا قلبك، ده الواحد ما بيطيقش على ضماع حاجه تنسه. انت ما تطيقش لكن انا بطيء، كل واحد حر يا سيدي. تعالى معايا، تعالى لا حول ولا قوه الا بالله. ولا قلت لك حاجه ازاي على حنف افندي؟ يا سي علي ده راجل طايق، اسعى انت ورزقك ما تعطلش نفسك. لا حول ولا قوه الا بالله يا راجل. ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ اني شايفك واقف مع سعاد، قال لك حاجه. حاجه عن ايه؟ عن الغالب. مين؟ حسان؟ ما انت قلتيها بعض لسانك ولا نسيتي؟ هو اللي بيروح الحرب بيرجع يا نجرو؟ بس انت حوشت العمر يا حليم. انت حوشت عمر ايه؟ السلسله يا بنت اللي كانت في الاكل، مش كانت فلوس وانت محوشاها الوقت الروضه بتاعت الذهب؟ ذهب ايه وفلوس ايه؟ ايه ده؟ دي حته سلسله ورثتها عن امي، وامي عن امها، وامها عن امها. وراحت فين؟ رهنتها. ايه بقى ان شاء الله؟ انا قلت تتجوزي ولا بتجهزي عشان خاطر الشوار؟ على العموم انا مستعد. كتك 60 خيبه، انت ولا ما انتش في الحته ولا ما انتش في الحته. مش فاهم. رهنتها عشان فدوه حسان. فدوه حسان؟ هقولها لك تاني يا حليم، الكلمه اللي انت قلتها لي، هو اللي بيروح الحرب بيرجع نجره. لوريس، 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 في جواب جديد من ديمتري. لوريس، 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 حاولت اخبي عليك على قد ما قدرت. خرب خلاص، خلص، رجع رجع لوريس، لوريس، واخدني لوريس. هات لي حاجه سخنه في اليوم الزحل ده. من عينيا. ايه يا عم سعيد؟
انت هتنفض الشعار عليا ولا ايه؟ لا 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 لا، ايه اللي هات لي حاجه سخنه في اليوم الزحل وحاسب يا سعيد؟ ايه الحس العالي ده يا حلب افندي؟ انا حسي طول عمره عالي، بس انتوا بقى لما كنتوش بتسمعوني كويس. لا 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 لا، ليه؟ انت رشنا ولا ايه؟ انت بتقول فيها؟ طبعا انت رشته من الحرب ومن صوت الانابل والمدافع، ولما الحرب شطبت وصوت الانابل والمدافع سكت ابتدى صوتي يظهر، وعشان كده حسيت انه عالي يا سي سعيد. تعرف صوتك ده بيشبه عليا بايه؟ مع الفارق طبعا، بصوت الوطاويط والصراصير اللي ظهر وقت الحرب، ولما الحرب خلصت صوتهم عالي اكتر ومصين دمنا ومنكدين علينا عيشتنا. صراصير؟ قصدك ايه يا سعيد يا مزين؟ قصدي اغنياء الحرب اللي بيشتغلوا مع الانجليز وبيوردوا لهم انفار وتموين وتب، واحنا مش لاقيين لا ناكل ولا نشرب ولا حتى ناكل بهايمنا، وبيشغلوا الناس بالسخره. تقدر تقول لي الولاد اللي راحوا في الحرب دول راحوا ليه واحنا لا لينا لا في الطور ولا في الطحين غير شهيه الحمايه اللي اتفرضت علينا دي؟ الله، هما الانجليز بس اللي عملوا كده؟ تقدر تقول لي بقى راح فين ابن حارتكم حسان؟ قعد في تركيا يصرخ ويولول ويقول هموت، امجدوني افدوني. وعالم هو هناك من اساسه ولا لا؟ جريح انا بفهم. ايه تقليب المواجع ده؟ ايه اللي جاب سيره حسان بالشكل ده دلوقتي؟ لا بالمناسبه يعني حبيت اكد لكم انكم عبط وهبل ومش فاهمين حاجه، وقدر حته ولا زي حسان ده يضحك عليكم. مش الحرب خلصت وكل الناس رجعت وهو مرجعش مسجون؟ طيب ما انتوا لميتوله وقطعتوا من لحمكم وفديتوه، رجع؟ ابدا مش هيرجع. وادي دقنا اهي لو شفتوا خلقته مره تانيه. وقال ايه؟ كل واحد عاوز يقب على وش الدنيا، مش لما تبقى الدنيا دي بتاعتنا. تقدر تقول لي بقى يا سعيد يا مزين، انت ليك ايه في الدنيا دي؟ حته الدكانه دي ولا تسوى؟ هما بقى لهم كل حاجه، الانجليز شويه والفرنسويه شويه والاتراك لسه برضه لهم شويه. خليكم انتوا بقى عايشين على حس العمل البطولي اللي انتوا عملتوه وفادتوا بيه البطل المغوار حسان يونس البقري. سلام عليكم. البليله السخنه من اللي عمك سعيد ودالي عند واحد بليله. اللي جاب سيري حسان ابني يا سعيد؟ لا ما انت عارف حنفي بقى لتات وعجان يا حاج. انا سمعت حسان يونس البقري البطل المغوار وفديتوه، حد يعرف حاجة عن حسان جديدة؟ لا لا ابدا يا حاج، ده حنفي افندي بيقول يعني ان الحرب خلصت والناس كلها رجعت وحسان لسه ما رجعش. الظاهر حنفي افندي عنده حق، أنا لسه راجع من جنازة مدام موريس مرات الخوالة الصغر. لا لما عرفت إن ابنها راح في الحرب ومش راجع خالص. الحرب خلصت خلاص يا سعيد، واللي رجع رجع. مالي يا ميمو؟ خلي الولا يحيى جنبك على ما اعمل لك كوبايه جنزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيها؟ عامله ايه دلوقتي؟ انت رجعت يا حاج؟ ايوه. السلام عليكم. مفيش أخبار؟
انا كنت طول النهار مع اسطول في عزا مراته مسكين. ربنا يصبر كل حاجة. مستخبي لك فين ده كله يا يونس؟ ايه اللي بيحصل لك ده؟ ده انا ما افتكرش عملت حاجه في دنيتي تستاهل اللي بيعمله فيا حسان. انا والله العظيم أمي وأبويا كانوا بيدعوا لي دايما وعمرهم ما داعوا عليا. أنا فاكر إن أنا عملت اللي محدش عمله في الدنيا أبدا، مش أنا لوحدي، كل اللي دفع في فدوك يا حسان. الآخر حسوا انهم ابطال، وزي ما قال حنفي طلعت نصبايا. كان عندك حق يا حنفي في اللي بتقوله، طلعت نصبايا. ايوه نصبايا. ارجع يا حسان، ارجع يا ابني، ارجع لامك واخوك واهلك. ارجع يا حسان، ارجع حتى ولو في طابور. ارجع يا حسان، ارجع يا ابني، ارجع حتى